الفقرة دي بقى هنتكلم عن مرض رخم، وبصراحة احنا اللي بنجيبه لنفسنا بأيدينا. مرض السمنة. مرض السمنة يعني مرض ملوش لازمة، وبيجي كده ببساطة، وبيؤدي لأمراض تانية كتيرة جدا جدا. مش هعرف انا اتكلم عن الأمراض دي لان انا يعني مش دارسة، فقلنا ندور على مين اشطر حد ممكن يساعدنا ويكلمنا عن السمنة وعن العلاج من السمنة وعن جراحات السمنة. فما شاء الله يعني اخواتي قعدوا يدعبسوا يدعبسوا، دكتور من اعظم الاساتذة في المجال ده، والحقيقة محقق نجاحات كبيرة جدا جدا، نتائجه عظيمة جدا جدا، ما بيخوفش كمان، لان يعني في بعض الدكاترة يخوفوا كده ويرعبوك اساسا، لكن هو بيقول الحاجات بشكل مظبوط وبشكل علمي، وعنده حلول لكل درجة من درجات السمنة. معايا ومعاكم دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، مدير وحدة جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو بالكلية الملكية للجراحين بلندن، زميل كلية الجراحين الأمريكية، حاصل على شهادة الجودة الأولى في العالم لجراح السمنة والسكر. يا دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مبدئين على كل الدراسات اللي حضرتك عاملها. شكرا. وما شاء الله كمان على سمعة حضرتك الطيبة جدا في مجالك. هام يعني من عملنا كده بحث عن حضرتك في كل مع كل الناس، معظمهم اللي تعالجوا مع حضرتك، والحقيقة نتائج مبهرة مطمئنة. شكرا. نتائج ما بعد جراحاتهم او علاجهم الحقيقة كمان عظيمة ومغرية. شكرا. شكرا. طيب بص هيك يعني انا مش مذيعة، فايه خدني على قد عقلي. انا زي الناس اللي ساعات بنسمع حاجات احنا مش عارفين دي ايه، يعني ايه تكميم معدة، يعني ايه استئصال معدة، يعني ايه باي باص، يعني ايه بالونة، حاجات كتير قوي قوي ليها علاقة احنا مش عارفين دي من دي من دي، وكلهم ليهم علاقة بمرض السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا انه جراحات السمنة المفرطة هي حاجات يعني بتتعمل بمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن، يعني بيتعمل بها كل انواع جراحات السمنة سواء تكميم المعدة او تحويل المسار بانواعه. يعني طب ما احنا معلش قول لنا بقى في البداية طبعا هو مين يعمل العملية دي، يعني او مين الفئة اللي هي تعمل عمليات ومين الفئة يعني عادة؟ لا معلش يا دكتور، ما ده سؤال تاني. السؤال ده ايه الفرق مثلا بين تكميم المعدة واستئصال المعدة وتحويل المسار؟ حاضر. انا الفكرة بس ان السمنة المفرطة كل ما زاد عن الوزن الطبيعي سواء 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو ده يعتبر سمنة زيادة، يعني لازم لها حلول. اذا كانت الحلول نقدر نعملها حاجات موضوعية بس تكون في يعني ايه في النطاق اللي هو نقدر نفيد بيه العيان، يعني سواء اذا كان مثلا عندنا 5 ل 10 كيلو فوق الوزن الطبيعي، ساعتها بيجي لنا العيان بناخد منه تاريخ مرضي وتاريخ تغذيه وبنشوف ظروفه الصحيه ماشيه ازاي. فلو لقينا ال 10 كيلو دول متوزعين في منطقه البطن، الفخذين، الثدي، الظهر، الحاجات دي، ده يعامل معامله ب يعني اذا كانت الدهون دي موضوعيه بنعمل لها حلول برضو موضوعيه، سواء شفت دهون او شد بطن، يبقى لسه ما دخلناش في السمنه المفرطه، احنا لسه في السمنه الموضوعيه اللي هم 10 كيلو 15 كيلو. شفت دهون او شد جلد او شد. تمام. احيانا لو الجلد سليم سنه صغير يعني الدنيا ماشيه مع ان احنا نشفط بس كفايه خلاص، يعني بنشفط بقى بالطرق التقليديه او الفيزر او الليزر، وممكن نعمل حلقه على القصه دي. طب انت برضه حاجه كده لخبطتني، الفيزر والليزر والحاجات دي لازم افهمها، بس يلا المره الجايه. تمام. هي يعني الطرق التقليديه العاديه ما بقاش فيها يعني تقنيات حديثه تشد الجلد، كل ما زاد عن الاسم ده عن الشفط التقليدي بيبقى فيه فيزر او ليزر او اي حاجه جي بلازما او حاجه، دي كلها حاجات بتشتغل على شد الجلد مع شفط الدهون. تمام. وبالتالي ما تسيبش ترهل، يعني ده بالنسبه للسمنه الموضوعيه والوزن اللي هو القليل، وبنشتغل عليهم بقى يعني بنعمل شويه تغذيه علاجيه كمان عشان ما يزيدش في الوزن تاني، لان شفط الدهون او شد الجلد لا يعني ان انت مدى الحياه هتنك وزنك قليل او يعني يبقى شكلك حلو. دي حاجه مؤقته يعني. انت عارف حضرتك كويس حضرتك قلت كده، علشان مرات في ناس بتعمل الحاجات دي الشفط وتزيد في الوزن طبعا، وبعدين ترجع تقول انا الدكتور فشل وهو مش عارف ان هو اللي فشل لانه قعد ياكل تاني فالدنيا باظت. السمنه الموضعيه ليست انقاص وزن، السمنه الوضعيه هي نحت، هي توزيع دهون، احيانا بنشفط دهون من اماكن ناحيه في اماكن تانية، احيانا بنشفط دهون ونحافظ على وزننا.
طيب انا دلوقتي لو عندي ال 10 كيلو لسه ما زلنا في ال 10 15 كيلو اللي هم لسه مش سمنه مفرطه، وانا ما عنديش سمنه، هي السمنه متوزعه في الجسم كله خصوصا في الرجاله بيحصل كده. دول ممكن تركب لهم بالون، يعني انت لو فاشل في التغذيه العلاجيه في حاجه اسمها بالون المعده ممكن تركب في المعده تاخد حيز منها، وبالتالي بتزود نسبه الشبع، بتقلل الجوع، وبالتالي خلال 6 7 شهور الفتره اللي فيهم البالونه موجوده ممكن تنزل بقى الايه ال 15 كيلو او ال 10 كيلو اللي مضايقينك دول. تمام، يبقى دول السمنه اللي هي البسيطه اللي هي البسيطة مش جامده. طلعنا بقى درجه ثانيه، لو احنا وزننا زاد شويه، يعني كتله جسم زايده 30 كيلو 40 كيلو، ابتدى يبقى 150 160 170 200 كيلو 300 كيلو، اوزان ابتدت تبقى ضخمه، يبقى اذا انت محتاج عمليه انقاص وزن. انقاص وزن، انقاص الوزن ده يعني ان انت عايز تعمل حاجه في المعده باستخدام المنظار. منها بقى عمليه اسمها تكميم المعده، وما يعني هي عمليه بسيطه جدا، عمليه التكميم ما هي الا تصغير لحجم المعده، اللي هي بيقصوا بقى حته منها، بنقص جزء من المعده. تمام، ويتبقى الجزء اللي هو يكفي وجبه سليمه تكفي وزن 60 70 كيلو في المجمل يعني. طب في ثانية عمليه واحدة. تانية معلش سؤال فضل. حضرتك يعني انا هو مريضة سمنه وجيت لحضرتك، فحضرتك بتقول لي اشيل لك مثلا حبه قد ايه ولا انت بمزاج حضرتك؟ لا ده قواعد طبيه يعني مش بمزاجنا، انا اقول لك لو نبي شيل كمان حته زياده عشان خاطري عايز اخس اكتر، لا لو قلت لي مثلا شكل معين اقول لك لا طب حته كمان، ده مش بمزاجي. لا طبعا احنا طبعا ده بيحصل في العيادات، ده اللي حضرتك بتكلميه ده فعلا المريض بيقوله، وسع لي المعده شويه او ضيق لي زياده. طبعا احنا ما بنسمعش كلام المريض، لانه لو قصرت بزياده يعني شلت جزء كبير من المعده واتبقى جزء صغير هيتنه طول عمره يرجع، ما هو فاضلش الا معده صغيره. طب لو سبت له جزء زي ما هو عايز يعني اوسع مش هيخس، لان المعده مرحرحه ما هيكفيه كتير. اذا هناك قواعد طبيه تحكم الجراح، يعني مالناش دعوه المريض ما يقعد كده ساكت، اللي بيفهم فيه يقول، اللي ما يفهمش فيه ملوش دعوه. بالظبط كده، يعني قصدي الجانب الجراحي سيبه للجراح هو يعني هي، لكن طبعا في حاجات ما بتتاخدش بروح الطب بس، يعني سن فوق. كان عندي امبارح من ضمن العيانين 62 سنه، وزن كبير عايز تنزل شويه وزن، انا قلت لها مش لازم يعني نعمل ستريكت، يعني في مقاسات ممكن تكون اوسع بسنتي 2 سنتي، خليها على الراحه شويه بالنسبه للسن الكبير. أيوة يعني مش لازم 60 سنه يعني يعني لا كويس لازم تنزل، ما عندها سكر وعندها ضغط وعندها مشاكل كتيره ومش قادره تدوس على مفاصلها، احنا عايزين نخليها تطلع تأدي حياتها، تروح الحمام. يعني حضرتك مش بتعمل العمليات دي عشان الجمال بس، لا ده كمان عشان الوظائف. صحه طبعا، عايزه تقوم تخدم نفسها. احنا السن الكبير على فكره من اكثر الناس اللي محتاجه عمليه سمنه، شنط ادويه كتيره جدا هي ملخصها ان احنا لو نزلنا وزننا ما انت مش هتحتاج لادويه كوليسترول، مش هتحتاج لادويه سكر، مش هتحتاج لادويه ضغط، مش هتحتاج لادويه مفاصل ولا دهون في الكبد ولا كوليسترول ولا يعني شنط الادويه دي كلها تتوقف مع اجراء العمليه. يا دكتور استنى فكرتني، انا وصلت لمرحله الشنط، كنت يعني زمان بعيب على جدتي الله يرحمها، وبعدين ابتديت يعني بابا الله يرحمه برده كان موضوع شنط، فانا ابتديت ادخل بقى في المرحله دي. بعدين حضرتك بس هنشوف تقرير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضرتك، نشوف تقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم محمد سعيد الزغبي من محافظة بورسعيد، كنت بعاني من مشكلة السمنة لحد ما وزني وصل 330 كيلو، ومن فضل الله ربنا كرمني بالدكتور كريم صبري وعمل لي عملية تكميم المعدة، بقى لي النهارده سنة وأربع شهور وخسيت 200 كيلو. مش هقول لكم كمية ال 200 كيلو فرقوا مع البني آدم ازاي من صحة وشكل وحركة ونشاط، كفاية الحمد لله كان عنده السكر راح، الضغط، ضربات في القلب، الرئة، كل ده راح بفضل ال 200 كيلو الواحد نزلهم. وهتستنونا بامر الله، انا جاي النهارده عشان اعمل عمليه شد الجلد والترهلات، لان طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل ترهلات وجلد في جسمي، فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان اعمل عمليه شد الجلد، واستنونا بامر الله بعد العمليه الجديده بشكل جديد.